السلام عليكم خاوتي احبابي، السلام عليكم. اليوم رانا في الخروبه، شوفوا خاوتي شوفوا كيفاه. هذه محطه مهمه هنا في الخروبه، شوف والطريق منا، شوف مش دايرين حتى ممر خاص بالراجلين، فهمتوا خاوتي؟ شوف بالتالي كي الواحد يمر، شوفوا هذا يسبب خطوره على المواطنين. شوف شوف شوف، يعني منطقة خطيرة جدا على الناس يقطعوا خاوتي. نتمنى من السلطات يديروا ممر خاص بالراجلين او كما نقولوا منطقة آمنة